العراق يحل خامسا. الحمد لله وصلنا خامس، بعدنا شوية نوصل للأول. شين يابا؟ في قائمة الدول الأكثر تلوثا في العالم بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري، ولك احنا الخامس، ذكر الله، الله فوق روسكم. وقد تحرقون بيه المعامل، المحلات، أراضي الزراعية، المصانع، ما خليتوا شيء محرق. الآن بالأربعينية، من ذاك اليوم للأربعين، يعني ست شهر راح نطول، حرق خيام وحرق حطب وحرق ما أدري شنو. النبي مسوي لهم شغلة جديدة، يحرقون وعلى مود يجيبون جمر ويمشون عليه. وين كان يا اخي؟ عشان رسول الله عليه الصلاه والسلام يمشي على الجمر، شنو هندوسي؟ ايش بيكم تخبلتوا؟ لكن كانت عندنا، شنو اللي صار؟ شنو اللي صار بالعراق وانقلب هالشكل؟ شلون بالله؟ باشر نرجع النوبه نسكن بالكهوف، ما عندنا كهوف هسه، النوبه كلها ماخذين. يا ريت يعطونا كردستان شويه كم جبل. سوي لنا بيه كهوف ونقعد ونرسم بالحائط بالفحم، نرسم حصان وما ادري شنو، نتحلم نقول اكو حصان هيك كان. قلبتونا عمي والله عمي، ايران قلبتنا خلتنا انسان جاوة، انسان نياندرتال. شنو اللي صار بيكم يا عراقيين؟ وش انتو 50,000 عالم طالع من هذا الشعب اللي كان 7 مليون، يطلع منه 50,000 عالم، من كان؟ اليوم 40، لازم هسه يطلعون على الاقل فد مليون عالم، يعني طالعين مليون واحد يبوس برجلين خايسين. شبيكم شغله تشق القلب؟ لك كان ينضرب بين المثل، تلزم الرجل وتقول له صور، انه فضيحه. كرامه ما عندكم امام الله سبحانه وتعالى. الله يريد كرامه الانسان، كرمنا بني آدم. يقصد شنو يعني؟ يقصد الشاذي؟ غير يقصد الإنسان. أنت يمكن ما تدرب نفسك إنسان. شو وقت توعون؟ شو وقت تصحون؟ شي صحيكم بوي؟ شي صحك النوبة؟ كل ما جاله وزيد، كل ما جالكم النوبة، نوب نايمين بالطين، واحد يدوس عليهم يطمس بيهم. شي تريد نصيرون سلابية؟ تريد نصيرون مال ماي؟ شبيكم كل يشتغلون ضد الله سبحانه وتعالى، لأنه الدين الإسلامي شعاره النظافة من الإيمان. أنتوا 24 ساعة طينون، هذه هي النظافة من الإيمان؟ يقول لك يا تربة الحسين، يا تربة الحسين.